FM Sport Chic. أمين غلانزا. ماذي ساعة 8 دقائق على FM. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من سبور شيك بحضور سمير سليمي، خالد القربي، رشيد زمرلي وعب ستار موسى. هو عب ستار بن موسى لكن أنا رديته موسى. حيت البن أنت عملت لي حكم بدلت لي مضموني. سوبريمي. ممكن هبط ببليكاسيون مثلا عب ستار موسى. بن موسى طويلة ياس. حتى عبد الباقي بن مسعود. حلو البن عبد الباقي بن مسعود. السلام عليك بكي ويرجع لنا إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله. افتقدناه الحقيقة برشا. الجمعة. وحصرياته. حصريته وتأثيره على المشهد الرياضي راهو في الأمانة تونسي ولا فريق تأثيره على الأخرانية شو تأثيره كبير برشا لا هو صرح تصريح وتراي وكهو ما تقولوا ميريتي تلوي به أمان الله مميش مزلنا نحكيه على تغييره في المباراة أمس ضد مدغشقر دخول أيمن دحمان. أمان الله مميش يلقى مساندة من الجميع تقريبا فما استثناءات لكن لاعبي المنتخب يساندوا. أمان الله مميش اسمه علي العابدي ومريح شنو قال. أمان الله مميش من أحسن الحراس اللي أنجبتهم تونس وإن شاء الله الناس كل نقفوا معاه ومبروك للمنتخب. حاجة طبيعية نحن عائلة ونحن أخوات وأمان أخونا صغير وديما نقولها ونعود نقولها وللألف مرة نقولها اللي هو جول كبير وهذا مش غرور هو جول كبير عنده برشا كاليتي عنده برشا ثقة في روحه عنده مستقبل كبير يسنى فيه. أغلاط تمر على أي إنسان يحاول يصلح منهم يحاول ينقص منهم وقاعد يخدم على روحه إن شاء الله جاي خير وإن شاء الله المستقبل قدام. حلو الكلام رشيد والمساندة طبعا لحارس المنتخب الوطني التونسي بعد الأخطاء اللي قام بها ماله إلا ملاعب صغير في العمر والمستقبل أمام يلزم الناس تاخذ بعين الاعتبار الجانب هذا كسوا في النقد ولا في المتحان اللي هو صغير في العمر النقد الكبير والتهكم يحطم والمتحان الكبير الزايد زاد يغلط فهمت يلزم واحد يكون ان بو اكيليبري فما حاجه لا شك فيها اللي هو الوليد ايتان تريتري بون غارديا وقلناها قبل وما نحشموش باش نقولوها اللي هو صغير معناتها الى في اون سيزون اكسبسيونيل لاني ديرنيير تخليه يكون معناتها خليته يكون معناتها سيتي في القاب قريه على خاطر عمل موسم متميز عمل مباريات كبيره. شنو الفرق بين تعملوا السنه ديجا عملوا الاسبيروس كل اللي تي سوبريسيون تعرف الاسبيروس عملوا الماتشات الكل عباره فينال راه معناتها الهزيمه تنحي لها لقب عملوا كسوا في سوبر ليج بلاي اوف شامبيونا ولا في تشامبيونز ليج دونك اللي تي طول طون سوبريسيون تحس ثم اكثر تحس ثم اكثر سيريو وتحس اللاعبين كل امبليكي اونتر اوتر امان الله مميش قدم في الموسم اللي فات مقابلات كبيرة كان ممتاز طبعا أشهر مقابلة كل توقعات أشهر مقابلة متاع بريتوريا تاع ساندوس وحتى للي في رادس. السؤال يتسأل علش بتتر مستواه معناتها طاح في أول موسم معناتها قام بغلاط اللي متفقين الناس الكل الأغلاط تصير على حراس وتصير على ملعبية ذي متفقين فيه وذي معناتها كي تغلط سوف بادير ما تعرفش تشد ولا جوار دو شان كي يغلط سوف بادير ما عرفش يلعب. إذا كان تغلط وأغلط سيدي فوت معناتها التكتيك نتاع كونسنتراسيون تي سون معناتها سوا فما نيكسي دو كونفيونس سوا فما ان بروبليم واحد آخر. هذا هو السؤال اللي لازم يتسأل اسكو معناتها الضغط كبير عليه اسكو مسؤولية كبيرة عليه اسكو ماهوش قاعد يحضر مليح هذا السؤال اللي يتسأل. وأنا نمن بالإحاطة النفسية أنها لازمة اللاعب كرة قدم في مستوى عالي راهو مهم برشا راهو مهم برشا وأنا أبريتو أبرا فهمت والخيل الكل ولعبت الكرة بفضلهم صغارهم وكل معناتها معناتها لابريسيون في العمر هذاك راهي تقلق وكل اللي يلزم يحيطوه يلزم يحميوه حتى معناتها حتى بارفوا علاش حكينا ثلاثة ايام التالي قلنا مثلا اللي ثم حارس اخر ينجم مش يتقبله في مقابله صعيبه داير البارح حتى الستة وسبعة سوايع قبل المقابله التشكيله 10 ملاعبيه معروفين وتلقى دحمان او مميش في انا اعطيتكم المعلومه انه مميش تم تثبيته قبل النهار انا اعطيتك المعلومه اي صحيح هاي. لا اما باش وصل التساؤل غاديك سكو تحس حتى لو سيليكسيونور الى في معناتها كالكوبار ان دوت هكا مش خاطر واحد خير من الاخر خاطر يمكن واحد حاضر على الاخر حتى نفسانيا ولا ذهنيا دونك السؤال اللي لازم يتسال هو معناتها اسكو ثما نقص تاع احاطه اسكو ثما نقص تاع سيريو معناتها 19 معناتها توصل معناتها شامبيون تونيزي في نادي الشامبيونز ليغ كوب دو موند اسمك تعرف وانت مازلت صغير وكل تاثر يصير الرولاشمون وكل يصير مع طبعا ضغط وسائل التواصل يلزم الاجتماعي يلزم توازن يلزم تحط الامور في اطارها فهمتني ويلزم يتشكروا صحابه خاطر ساندوه ويلزم هو يزيد يخدم واذا كان ثما اغلاط قام بها يلزم يراجعها
واذا كان ثم اغلاط قاموا بها المحيطين به يلزم يراجعوها. واذا كان ثم بوتيتر ان شوا نتاع تورنيردو غارديا يتبدل راهي تعطى سافا بادير اللي معاه مش باه مين سوبولي معاه ما نجمش يتعدى به بالياخر. من النقطه هذه نحب ناخذ راي خالد وسامي وضعيه امين الله مميش في المنتخب والاخطاء اللي قام بها في الترجي. عندي انت بسمير وعبس ستار ورشيد اليوم طبعا الناس كل مرحب بأراه. وضعيته في الترجي الرياضي التونسي، انت قلت انه الترجي سيحافظ على امان الله مميش كحارس اول، لكن فما حارس في الترجي الرياضي التونسي اللي هو بشير بن سعيد اللي كان حارس الاول للمنتخب وقدم للترجي الرياضي التونسي، وتوا معناها اكيد ينتظر في فرصه بشير بن سعيد. ومن الله مميش اخطا عديده الاخطاء في الثلاثه الاربع الاشهر هذوما، معناها انت كي تحط روحك في مكان بشير بن سعيد، بشير بن سعيد نتصور انه يرغب بالطبيعه في حراسه مرمى الترجي كحارس اول لهنا اللي ياخذ القرار في الترجي تونس باش يكون طبعا المدرب ومدربي الحراس الزوز معناها سواء نوارة سواء المدرب الجديد. الوضعية ستكون معقدة نوعا ما ولا شنو رايك خال؟ صحيح الحقيقة بشير من برمي الجاردينات الباهين اللي في تونس، شوا هو اللي عمله يتحمل مسؤوليته، أما الفرصته مش توا باش ياخذها، زاد مش توا وقت اللي نحن زاد باش نذبحوه نحن طفل بلغة الكورة. ما قلتش أنا ما قلت حتى شيء على ذبحان ولا استعملت بتيرم كيما هك، لكن من حقه أنه ياخذ فرصة. معناتها جي أنت توا بعد الغلطة اللي غلطها أول امبارح جي في الماتش ماتش اسبيرونس كوب دافريكا تنحي مش تلعب بشير، مش توا باش ياخذ فرصته سي سور بشير في ماتشات باش يتقاسموا الماتشات، أما توا يلزم الترجي وجماهير سورتو جماهير الترجي اللي نعرف حبها كبير لمميش تقفوا وراه مميش، وخاطر يعني عندي ثقه فيه الملابي اللي باش يرجع في من بعد التريفا ذي باش يرجع اقوى من قبل. وعندي ثقه في خاصه وحكيت انا من الريفات قلت لك راهو الرئيس الترجي نعرفه كيفاش يتعامل مع الشبان وعنده معناتها امباكت كبير في الدعم المعنوي للشبان. سمير شنو رايك في وضعيه امين الله مميش في الترجي؟ هو مميش تو الاولاد نتاع ليكيب بيرسونال تكلموا عليه على مميش، سمعت كلمه هكا حارس كبير من افضل الحراس، هو مشروع حارس كبير ماهوش مازال ماهوش حارس كبير، هو مشروع لحارس كبير. الصعود الصاروخي اللي طلع فيه في 6 اشهر في الاسبيرانس يجي في اطراح ما هي اطراح، ينحي بن شريفيه وماندراك يحطوا على البنك ويلعب هو، يمشي ليكيب بيرسونال بن سعيد ودحمال وبن شريفيه والكل نحيهم يلعب هو، في هذا كله تم في 8 اشهر هكا ولا صحيح. دونك صعود الصاروخي هذا في حارس عمره 19 سنه اكيد انه مش يخلي عليه ضغوطات كبيره، ولا بد من حمايته والاحاطه به، هذا مهم. احنا توا جور دوشون 22 23 سنه 24 مازال لاعب شاب، كي حارس المرمى يبدا كاريره من 25 سنه ورد التالي. دونك هذا الكل ابرونتيساج قاعد يتعلم، مش مازال يتعلم ومازال يتحسن ومازال يغلط ومازال انت تكون الشخصيه نتاعو باش يولي حارس كبير. الترشيح للجوائز 3 جوائز في افريقيا، وصول الترجي للنهائي، الصحافه، الدنيا تتكلم على مميش، هذا كله يخلق نوعا ما من الضغوطات اللي تخلي جارديان كيما مميش بطبيعه الحال باش يغلط، لكن لابد ان يحط في مخه انه مميش راك ما زلت ماكش حارس كبير، انت مشروع حارس كبير، امكانياتك اللي وريتها ممتازه برشا، وهنا رينا امكانياتك فوق الملعب. توا نشوفوا امكانياتك الذهنيه وقوه الشخصيه نتاعك. الحل شنو هو؟ انا قلت الحل انه مميش اذا كان ما تلعبوش توا في الترجي الرياضي التونسي راك قضيت عليه. لا في الترجي نتخيل مش باش ينحى. لا انا نعرف فرديت هما احرار يعرفوا مصلحتهم. اذا كان ما تلعبش توا مميش تعطيه الثقه نتاع الجمهور نتاع الاطار الفني نتاع الملاعبيه نتاع الناس الكل وتحاول تدز معاه. فهمتني راك قضيت عليه، علاش؟ لانه بن سعيد حارس متميز جدا. واذا كان شد الكاج ما عادش يخرج. ونكلمه بقد صحيح. وبيش يتألق في الاسبيرانس وبيش يمشي من السمير على جيبه بن سعيد. لا هي جستما ما يقولك معادلة صعيبة كنا تكلمنا فيه الموضوع عليه. انت سمير شاهد على العصر، شكري الواعر والشيخ ساك تذكر البارح للإكزامبل هذا برشا، يقالوا انه انا مخلطش عليه ليبوك هذيك، انه شكري الواعر قام ببعض الاخطاء فقام الترجي بانتداب الشيخ ساك وشد البنك شكري الواعر عام ولا عامين، وحتى في المنتخب الوطني التونسي ما كانوش يعيطوا لك. كيفاش كانت وضعيه شكري الواعر وقت؟ الوضعيه مختلفه، ماهيش البريسيون تاع توا كيما قبل.
واحد. اثنين شكري الواعر كان تيتولير في المنتخبات الشبان الكل، هو الجارديان رقم واحد. ثلاثة شكري الواعر وقت اللي جابوله الشيخ ساك نتذكر كان عنده من العمر تقريبا 23 سنة، عنده من الخبرة نوعا ما، يعني لا فما بريسيون كبيرة لا فما معنى ضغوطات كبيرة. شكري كان أكثر خبرة من ميش الفترة الحالية، فما بالك من ميش شيء اللي عاش وراه شيء كبير كبير ياسر. وشكري خدم برشا بطبيعة الحال باش رجع للإكيب ناسيونال، باش فك بلاستو في الإسبيرانس، وكان المنافسة بتاعه بينه وبين الشيخ ساك اللي كان من أفضل حراس إفريقيا راه الشيخ ساك، دونك المنافسة طورت من شكري وعطاته أداء كبير كبير برشا. الوضعية ما نجموش نقارن نفس الوضعية، توا أمور تغيرت وتبدلت. أنا بالنسبة لميش نحيله تليفوناته والإنترنت والدنيا الكل سوشيال ميديا، نحيله نحيله نعطيك 33 ديس باش يبوه ماشي استعملوا. والله تنزل سمير على والله أنا موافق، تنزل على الفلسة الخضراء والحمراء ألو بابا هذيك صعيبة في عمر لا لا مثلا نحكيك في واحد ولا بالحق ولا شيء شيء دوق ونحمي الحاجة. سامحوني سامحني باش نحكي كي شوية تكنيك. راو حارس انا نشاطر سمير في كلمه معناتها مشروع حارس كبير، حارس متميز عنده امكانيات باهيه، اما ما يصير باش يخطب زي ما صارش ما يخطبش كذا. وحاجه اخرى رايح سمحنا بس 5 ثواني رايح حمايه لاي حارس صغير في المنتخب، كونك تاخذ وقتك تاخذ وقتك في المنتخب تبداش طول نمبر 1 فهمت ستوري. هو فما حاجه مهمه انه طريقه خروج مميش كانوا النجم نعملوها ونخدموها بطريقه ما خير من هكا. كيفاش لو انت كمدرب حبيت تخرج مميش وفما كوميونيكاسيون انترن الداخل تصير، اطلب انت شانجمون. كان ينجم يرجع مميش ومميش يطلب شانجمون سوا ديزون تضرب ويخرج. كان ينجم الديكلاراسيون اللي بعد الماتش يقولوا راهو مميش خرج لانه فما اصابه عضليه ولا فما اصابه صغيره وكل شيء. شفتوا اللي نحكيوا فيه توا الكل راهو كنا ما حكيناش فيه، ورانا بالطريقه هذه حمينا مميش نقولوا احنا بعد التغيير هذا، لانه انا ضد التغيير، ولكن بعد ما عملنا التغيير كنا نحميوه حسب أوجاع فقط خيرنا احنا نخرجوه وكل شيء وتسترى والموضوع معناه حتى الامباكت على مميش يكون اقل. وفهم ملعبي خبيث عبد الستار نتفاعل معك اذا قام بخطأ هكا يطلب هو فادح يشد ساقه ويعمل روحه مضروب ويخرج وتقوم مازال صغير مازال ما يعرفش الحاجات هذي. اليوم باش نحكي على المردود متاع مميش، المردود متاع مميش راه فما مشكل ذهني بالاساس، لانه بعد السيزون الكبيرة اللي صارت وانتداب البشير بن سعيد اللي هو الحارس رقم واحد على المنتخب شكل هذا ضغط على مميش، ضغط ولات فما اون بريسيون على مميش باش ما يغلطش باش ما يضيعش بلاصته باش ما يغلطش، ولات عنده ضغط باش ما يغلطش. الضغط هذاك خليه هو يغلط اللي خايف من الحاجة صارت له، ولكن لهنا في النيفو هذا العالي راهو فما اون نيسيسيتي باش يكون عندك انت ان كوتش يخدم معاك، ان بريباراتور مونتال يخدم معاك، مش النادي يعملهو لك، نجم انت وحدك كيما عندنا لاعبين في المنتخب عندهم كوتش يخدم انت في الكوتش بور جيري لا بريسيون بور جيري معناتها لو ستريس اللي انت عليك باش انت تقدم لا بيرفورمانس نتاعك، مش انت تولي خايف من بن سعيد. انا خايف توا لو سوسي نتاع مميش انه خايف يغلط باش بن سعيد ما يطلعش عليه، ولا خايف يتا يغلط في المنتخب باش ما يخسرش البلاصه اللي خداها هو من عند الترجي. هذه كلها بريسيون انه مميش اليوم قادر انه يتجاوزها على الجانب الذهني حتى على الجانب الفني، لو فما اغلاط قاعد يعاود فيها حتى من عمناه وليزم هو كيف كيف يخدم عليه. باهي واضح. بعد شويه باش نحكيو على دفاع المنتخب، خالد عنده ما يقول في دفاع المنتخب فاصل ورجعين. EFM Sport Chic Sport Chic Amin Glanza على EFM أحلى راديو. ماذي ساعة 22 دقيقة على EFM. قبل ما نحكيه على قيس اليعقوبي القادم بالنسبة للمنتخب، خاطر قيس اليعقوبي البارح في انترفيو باللغة الإنجليزية لمح ممكن أنه فما فرضية تسمح له بالبقاء صلب الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. به قبل هذا الدفاع، خالد أنت عندك ما تقول فيما يخص الدفاع؟ فضيحة كاو معنى سي سكر لوطير فضيحة فضيحة بحق فضيحة. أنا اللي يعجبني فيه خالد سبونتاني زيد فضيحة يا أخي، ما يلطفش الحاجة فضيحة مهز لا يستعمل يا أخي بالحق تقول ما أنت السلام عليك ما يواد نجم سكور يدخل في وسط الديفونس راه فضيحة مش ماتش هذا بركة راه فما حتى حد ما يشك في الطالب اللي هم لعبه كبيره، ما الحقيقه توا عنده عام لوريون فريقه تعب برشا في الدرجه الثانيه الفرنسيه، هو ما انت ماهوش لاقي روحه، فما بطء كبير ما بينه هو مرياح. الحقيقه البارحه الناس كلت نجم اي فريق في العالم يوجعنا سورتو معناتها اونيفو معناتها لي دو اكسيو معناتها كره في الظهر معناتها رزان ياسر
مفهميش انتونت قد ما لعبوا مع بعض برشا اي نحكي لك انا تو كنت فسر لك قد ما لعبوا مع بعض مفهميش انتونت ما تفهميش كوميونيكاسيون ما تا كل واحد شد الكولوار نتاعو واخطا راسي واضرب تحس اللعبه الحقيقه ما انا ماذا بيا بيرسونيلمون نحب نشوف ايش اسمه علي غرام يلعب الحقيقه نحب نشوف حمزه المثلوث ما كانش كول اللي انا بيرسونيلمون حمزه المثلوث سورتو 6 شهور هذوما احسن مدافع موجود توا احسن واحد كونستون في الروندمون تاعو والبروف اللي هو الجمعه اللي فاتت في مصر عطاو تروفي ميور ديفونسور في الشامبيون نتاع مصر اللي تعرف سامعوني انا فيها الاهلي فيها بيراميد يا خالد سامعوني انا قلت افضل مدافع في مصر عطاو تروفي اي ممكن ما استغربش تابعوا فينا في مصر دونك الحقيقه معناتها مش بالديفونس هذيا اللي من تونس قبل جابت راضي جعادي خالد بدره كريم حقي عمار عبد النور معناتها الحقيقه معناتها الديفونس هذيا ما تنجمش تحارب بها ما تنجمش خالد بن يحيى ما تنجمش تصبح راس الناس ديفونس حلو عندك فضيحة وراس النهج هي باش في ترويت سمير الدفاع اصبح مشكل هو راهو بون ما نجموش نلومو برا كهو على اللي زدني دوز اكسيو راهو بالطبيعه هي منظومه كامله منظومه يظل البارح حكينا فيه الموضوع حكينا فيه هكي وسجل تكتيكي بين 4 3 3 4 2 3 1 استحسان المستمعين والمتابعين وكنت شقلت هكا تسجيل موجود راجع وشوفوا حاول تحطوا وليه واتفقنا ثلاثة انا وياك وعبوده كي توصل عند السليتي ما فهمتش انا التحليل نتاعو وين يحب يهز اش قلنا على كشريده ولا على لعابدي البارح قلنا قويين برشا في الهجوميه نقويين برشا دفاعيا راه يقوموا باخطاء توا علي العابدي يعطينا 9 على 10 واحسن تنقيط ولا تبعوا مليح دفاعيا راه قام باخطاء نيس واش عيطت له خاطر نيس المدرب نتاعها يلعب ثلاثه دونك عنده رول اوفنسيف كي يجي يغطي يلقى مرتاح في الملعب التونسي وقت خذيته لعب دومي ومنع هو كان بيتور نتاعو ومنعها مرتاح تلعب حتى في ليكيب باسون دارير دروا باه نشوفوا ليكيب تيب اللي لعبت الطيف اتاكو مستوري اتاكو حاج محمد اتاكو رفيعة اتاكو معاك شريدة يتقدم على الالعاب يتقدم هذوما سبعة من الناس مع السخيرين مع العيدوني اللي يعاون برشا على مستوى القدام هكا شريدة وعلي الالعاب يقدموا شكون باش يغطي عليهم تيمام المفروض ياسين مرياح والطالبي هكا ولا هذا مزوز اون بيس دو فورم شو عملنا وجميل هذاك علاش قلت الديفونس واضح مسي نورمال حتى حد ما يشكك في مرياح وفي منتصر الطالبي يا قيمه فنيه انا علاش تكلمت جامبيا في المغرب اللي لعبنا ايه تذكر شويه سن قدام المره دخلونا من الاكس تي قلت ياسين مرياح شكون يشك في ياسين مرياح حتى حد حتى الطالبي مي اون بيس دو فورم في فتره صعيبه ياسر هاي الشجاعه وين كي تبدل قيس نعذر نوعا ما يقول لك اخويا هذيك لاسيت ديفونسيف نتاعي كان بدل الدنيا كلها اتاك ومليو وواحد الدنيا مش تخله فهمتني ما نجمش نمثله لكن المدرب اللي يقرا اللي عنده معناها فكر وعنده كذا مش معناها قيس ما عندوش فكر ولكن ربما من الشجاعه انك غرام يكون موجود تيولا ما هو متناقض قيس يعقوب يقول لك انا نعيط لعبيد اللي بفور اللي هو مثلا طالبي مش فور تحب اللوجيكا لكن يلعب راه في لوريون يلعب مستوى ماهوش خايب راه دقيقة بركة باش نكمل فكرة نحكيو على المردود نحن نحكيو على المردود ما اون بيز دو فورم يمشي على روحه يا اخي بن عبده خايبة يا اخي الصحراوي خايبة يا اخي فما عندك ساعة قبلهم علي غرام عندك علي غرام وحمزة المثلوث عندك حمزة وعلي غرام وعندك في البطولة التونسية خلينا نسمعوا سمير دونك بالنسبة للهجوم تم بعد نرجعوا لك شريط بالنسبة للهجوم فما لكن على حساب ليكيليب انا سامحني نسمعوا علي غرام خلت نسمعوا علي غرام ونرجع لك فيما يخص دفاع المنتخب التونسي. الحمد لله هذا ما هي الحاجة به تعاون العباد الكل باش تخدم في أريحية صحيح. احنا نمروا فترة خايبة معناتها هذا ما ولا باش يزيدنا الترشح هذا يعاوننا باش نزيدوا نخدموا بأريحية كبيرة وإن شاء الله ربي معنا في اللي جاي إن شاء الله. والله الحمد لله صحيح البريود الأولى معناتها هذيك معروف لازم تتأقلم فيها كل شيء تو الحمد لله الواحد تأقلم مع الجو مع العباد غادي كل شيء مريق الجماعة كبيرة واحد معلي كان يخدم على روحه وإن شاء الله يطمح المخير إن شاء الله ربي معه إن شاء الله فخر وحاجة كبيرة برشا بالنسبة
بالنسبة لي أنا. الحمد لله الواحد عليه كان يشكرهم ويرحم والديهم لعبد الكل، وإن شاء الله نزيد نشرفهم قدرة ربي إن شاء الله. علي غرام لعب شختار الأوكراني، إن شاء الله التأقلم تم بالنسبة لعلي غرام مع الفريق الأوكراني اللي يلعب طبعا تشامبيونز ليج. وأنا الحقيقة متفائل بالترانسفير هذا إلى فريق كبير كما شختار دونيتسك. انا في نقطه مع سمير معاك، اللي هي الكره توصلهم حيه في الديفونس معاك، خاطر اللي صغيري والعيدوني خاطر صغيري والعيدوني ماهمش في التوب فورم تاعهم وعندهم مديده الحقيقه معناتها. حتى البارح كي تشوف نورمالمون لي دو بيفو ذي لعبت انا نعرف لي دو بيفو، واحد لازم يقعد قدام لاكس واحد يبدا يلعب كره ويلعب، اما هما زوز يطلعوا زوز مع بعضهم، يطلعوا فرد ليني ما فماش معناتها. انا قلت لك فما ناقص كوميونيكاسيون في ليكيب ناسيونال برشا ما بين بلعبي، ما فماش كيفاش نقولوها لونتونت لوتوماتيزم، ما فماش لونتونت، فماش عبد كرزينك اللي يتكلم ويقيد مع اصحابه ويقول لهم مثلا يقف يمشي يجي يدور شكون هذا دور شكون عندك ديما عندك ليدور في الخطوط الكل هكا ولا ليدور ديفونسيف في ميدو تيران قدام برك ليدور في ال في ال في ال ياما كل كومبارتيمون ديما فما ليدور هكا ولا لازم واحد يقف وقعد انت هنا ما تتحركش من بلاصتك ما تسرحش هكا دور مريح قائد هذا قائد مريح مثلا لا والله ما عاد تكون قائد في المنتخب لا يا سي مريح قائد لا هوكي كان هوكي كان قبل المساكن شكون بعده نرجع شويه قد لا خزري مش لا 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 خيري لا خذا مريح على سخير لا صلي عني بي عاد خذاها ماتش بركة سخيري في بالي وفما كان يسار كانوا مشكل هكا صغير قلت لك انا يزم واحد يزم واحد ما انت يفيق صحاب لا سامحني تو خالد يقدروا مثلا مثلا ياسين مريح ياسين مريح يحظى بتقدير الجميع هكا ولا مريت انا يحظى بتقدير الجميع يتكلم يساند العديد من اللاعبين صحيح ماهوش يلعب خارج حدود الوطن شوف يا فليك في المنتخب يا هما افورس من ريزوتا ماهيش ماشيه والعباد الكل دايره عليهم اللي كل واحد اختار راسي وضرب نعمل انا الرول نتاعي وسيبني خويا نعدي الماتش باش ما نتسبش اكثر من فما العقليه هذه ترى فيها في المنتخب انت ما نختار على الخضاره الحكايه ماني ماركيت نهاري يعني ماركيت موجوده هذايا اطرح لي فيت وتتشاف شنو هي ساسوتو زيو معنا كما يقولوا ما تتشاف اطرح لي فيت كل واحد يلعب على درابول كل واحد يلعب انا ولا بس بسيت بهين اليوم ما غلطتش السلام عليكم فرق الماتش اللي ثم ناس جاتها الفرصه وأملت بفرصتها ولعبت هذا الفرق يا في بلوس دو فولونتي وفما اكثر موتيفاسيون دونك الاوراق تتمشك تتمشك شوف انا عملت مفارقه عملت مقارنه شنو عملت مقارنه صغيره بالله شوف المايك اسمع بالله شوف القائمه اللي مشات القطر 22 23 ملاعب شكون تطور في كارير وبار علي العابدي في 22 في 22 حتى واحد ابار حتى ما اسمه نتاع سي اس اس ايوه علي غرام اي مشى وقته علي غرام البقيه معناتها اربع خمسه قاعدوا نفس المستوى معناتها نفس الفرق ونفس البطولات البقيه اللي بطلوا اللي طاحوا من غير المعقول والله فاتتني ذي ولا احييك يعطيك الصحه النقطه هذه مهمه يعيشك يعيشك خويا امين بارك الله فيك البقيه دونك كي تشوف انت منتخبات اخرى خاصه مع البرفورمانس الخايبه تاع 2023 اللي كانت متكونه 80% من القيم قطر في 2022 اون برانسيب معناتها برشا من العبيه وماهيش عيب كيف يرتاح وتاخذ ناس اخرى فرصه كيما يصير في فرنسا كيما يصير في المانيا يا اخي العباد تعرف راهو فرنسا راهي شامبيون دو موند 2018 راهو فاران عمل روتريت انترناسيونال راهو ماتويدي روتريت انترناسيونال راهو غريزمان روتريت انترناسيونال شكون شتاش روتريت معناتها حسب لا هما اون برانسيب في توا على البارح على البارح روتريت انترناسيونال لا مش منطقة هو فيدو لاك سنترال اللي كان به قبل هو اللي توا ولا يغلط راهو اي سي نورمال في بلاصه معينه اشكال في الموتيفاسيون اللي طرح لي فاتو هما الخايبين يا في با دو موتيفاسيون على مستوى السن تو لا على مستوى السن رام مازال يلعبوا برشا يلزم ناس اخرى تمس ليكيب ناسيونال باش تحاول تحيي لا موتيفاسيون ولونفي دو جوي يلزم ناس تمس انت اليوم انت اليوم هما ماهوش مع تمريح وطالب ماهوش في التوب ماهوش في التوب ماهوش في شوف منتصر الطالب هي ما هي خالد يا خالد ما نحطوش ما نحطوش الملامة كل على 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 محور الدفاع انا وكيما قلت كرة جيم حي وسط الميدان لزرير الناس كل المهاجمين حتى المهاجمين نقول لك انا ما قاموش بالرول الدفاعي نتاعي باش نكمل امين الفكرة نتاعي خمسة ثواني على المنظومة الدفاعية مش بنحكي فنيا لكن ديما في نفس الفكرة نتاعي تاع المانك دو موتيفاسيون معناتها ملاعبية مع احتراماتنا ليهم الصخيري وعيسى العيدوني نحبوهم
عيسى العدوني معناتها محبوب جماهير فما برشا جريتا فما كذا من الدنمارك لتوا هما سبب في المشكل الدفاعي اللي احنا فيه تو. ما نحبش نحكي فنيا باش نحكي معناتها من ماتش الدنمارك ولا فرنسا في قطر الى يوم الناس هذايا كلها تصرف من الماتش هذاك. معناتها كي تجي تشوف الستاتستيك نتاع عدوني وصخيري دو دومي ديفونسيف معناتها اذا كان الصخيري عامل 66 مقابله ماركي 3 اهداف وعطي اسيست فهمتني عندك مقارنه بفرانكفورت بارقامه في فرانكفورت خير اي فرانكفورت لا انا ما عندي جبت على المنتخب فرانكفورت خير مش صعب ارقام فرانكفورت نعم. تحب تقول تحب تقول اللي حسوها معناتها هما مسمار في حيط غادي معناتها مش معناتها ما يعرفوش يلعبوا ما با دو موتيفاسيون كي تلعب له ناس اخرى بلو موتيفي ويحسوا لو ثم ناس مش في كلهم بلايصهم وناس حيه تحب تلعب من البطوله الوطنيه صغار يلعبوا لبرا اللي هو هذا وقت يعاودوا يرجعوا للنيفو نتاعهم فما اون اكسيون البارح يا في دقيقه 51 يا 55 اون ترانزيسيون المدى غشقر واحنا اون انفيريوريتي نوميريك عيسى العيدوني كان في الشطر الثاني والله ما زاد حتى خطوه ما زاد حتى خطوه لين وفات لاكسيون اللي هو معناها نورمالمون اول واحد معني باش يخلط هو ويخلق ليغاليتي نوميريك انه هو عيسى العيدوني وهنا احنا نلومه فما لاكسيون راهو كشريده كشريده ظهروا معناتها راهو ما فيش تغطيه كيف عاديين وحدهم بلاي لحظه فيما يخص لي سخيري راهو حتى عامل سنه ماهوش لك الكل معناتها تخت فرانكفورت 16 مباراه 3 اسيست في تونس اسيست في كاريره سخيري والعيدوني هما تونس اسيست في كاريره سامحني بلاي سمير في الهدف الثاني نتاع نتاع الفريق المدرس هي كره جت كره جت على اليسار ولا وخرجها اعطاها باس اون ريتري شكون الكابيتان عمل كنترول هو الكابيتان عمل كنترول وما قدامه حد شاتها والبيفوت ما مش موجودين اخي بلاص لي اللي هو بيفو الكابيتان اللي هو بيفو نحن ماهوش موجودين البيفو نتاعنا ما فهميش جمله ماهوش عمل كنترول خلينا نقدموا شويه فيما يخص المنتخب الوطني التونسي القادم تو بالنسبه للمنتخب قيس اليعقوبي عمل تصريح البارح باللغة الإنجليزية استعمل كلمة if I stay باش نبدل معناها قال أنه باش يقوم بعديد التغييرات if I stay ذي راهو تبني عليها ديبا كامل معناها فما إمكانية لبقاء قيس اليعقوبي ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكن بيان سور لجنة التسوية راهو وجودها وقتي وفما جامعة وفما مكتب جامعي إن شاء الله باش يكون على رأس الجامعة التونسية لكرة القدم في قادم الأشهر مازلنا ما نعرفوش كيفاش ووقتاش وكل التفاصيل لكن أكيد عندهم مدرب المكتب الجامعي باش يجي قيس اليعقوبي كلمة FST ينجم كل الفرضيات مفتوحة طبعا بالنسبة للمدرب قيس اليعقوبي كيفاش ترى الوضعية هذه انت خال شبيك فخت شو اقول لك معناتها اخي تويك قبل واحد يمشي ليكيب ناسيونال يبدا يعدي عام عام جيش عام ليه يبدا يعدي عام في باش يدخل باب ليكيب ناسيونال باش يدخل باب ليكيب ناسيونال يخدم عليه ليل ونهار وشوف شوف خلينا ناخذ اراء عبد الستار موسى ورشيد الزمرلي في المناظره المناظره به المناظره عبد الستار موسى رشيد الزمرلي قيس اليعقوبي رشح المنتخب سمعلي ترشيح المنتخب راهو فاز على مدغشقر 3-2 المرة 17 على توالي المنتخب الوطني التونسي يترشح لكأس افريقيا الأمم وهو رقم قياسي قيس اليعقوبي ينجم يكون ضمن الإطار الفني القادم للمنتخب الوطني التونسي أم لا عبد الستار موسى في دقيقة الحق مشروع لأي مدرب أنه يطمح باش يكون هو المدرب الأول للمنتخب حق مشروع القيس اليعقوبي انه هو يقول لي فايستي نزني نقعد انا كيف وكان جيت في بلاصتو باش نقول نفس الكلام لانه عندنا تجربه سابقه انه جلال القادري كان مساعد خذ المنتخب رشح المنتخب لكاس العالم ومشى معاه لكاس العالم قيس اليعقوبي يقول لك بوركو با انا نكون كيما جلال القادري وناخذ المنتخب وعندي ما نقدم سورتو انه هو رشح المنتخب عمل تغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة أقحم وجوه جديدة نحى وجوه معناها قديمة في المنتخب واللي الناس كل طالبت أنها باش تخرج يقول لك أنا راني قادر أني نقدم أكثر قادر أني أنا نصلح المشاكل الدفاعية متاع المنتخب وأنا نقول كمدرب أنا عندي نفس التخمام متاع قيس العقوبي من حقي أني نطمح باش نكون مدرب الأول وحتى كان ما عنديش التجربة اللازمة ولا معناها الخبرة باش ندرب المنتخب ولكن يقول لك كرة قدم ماذاي راي علم في الجمعيات ولا في المنتخب العلم هو بيت اللي يقعد غادي واللي يطمح في درب المنتخب يلا رشيد الزمري يلا ناخذ رايك في دقيقة مع كونه مع تحقق مشروع وطموح
بحكم اللي كونه لعب المقابله الاخرى في ظروف صعيبه نذكره، لكن يقعد يظهر لي انا قرار اداري قبل كل شيء بالنسبه للطموح نتاعو مشروع، لكن اداريا نتخيل اللي كله مربوط بشنو باش تاتي الايام القادمه بارابور للبقاء من عدمه من لجنه التسويه اللي نعرف اللي التاريخ نتاعها يوفى في 25 جانفي في بالي كان مانيش غلط 2025. كان باش تجي هيئه جديده معناتها ولا فيدراسيون جديده سيرتينمون باش يكون عندها فكر نتاع ناخب وطني جديد، ما نظنش اللي باش يجي جديد باش يخلي قيس يعقوبي ما نظنهاش، لكن اذا كان قاعده الهيئه ذي نتخيل هو باش يكمل معها. به شكرا لك رشيد الزمرلي فيما يخص رايك حول بقاء قيس يعقوبي ضمن الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي، نجم يكون راه مساعد خاطر هو دخل للمنتخب كمساعد وعوض مهدي النفطي. ها ما عادش يقبل مساعد تو مدرب اول باش يقبل يجيبوا له اونترينور كي يجيبوا اونترينور اسم تصور يقبل راه انا نقول له امبوسيبل يقبل فماش كي ما انت تكون ادجوان باتو لي اونترينور بعد ترجع ادجوان. به انتوما الحاضرين معايا طبعا في البلاتو مع المدرب الاجنبي ام التونسي، نبدا معك سمير اجنبي ام تونسي؟ قبيله قلت قيس اهل المنتخب التونسي اي كان وراء تاهيل المنتخب الوطني التونسي ماتش وحيد فقط مش صحيح فاز 3-2 فوزي بنزرتي ساهم واللي قبله ساهم قالها في تدوين البارح قيس اليعقوبي على انستغرام وشكر فوزي بنزرتي على التدوين لكن هو كي تجبد انت صفحات التاريخ سمير كي تجبد صفحات التاريخ تونس مدغشقر شوف انت شكون المدرب شكون الهيد كوتش قيس يعقوب في ماتش مدغشق قبله كان فوزي بنزرتي وقبله كان فلان كيما كل عام سمير كاسبرجيك مازلنا خطوه على الكوب دي مون ونحاول سمير عايش خويا نعطي لي كل ذي حق سمير كان خسر لا قدر الله البارح قيس يعقوب وعملنا نول ولا خسر الكل الكل هو ما رشحش والله والله تلصق فيه الاتيكيت لا كلهم الكلهم يتحملوا كيما الكل يخرج قبل الجوله الاخرى من حقه قيس من حقه قيس ان يطمح لتدريب المنتخب يقول لك الاربع خمس سنوات الاخيره كلها دربت المنتخب يا رسول الله ما غير ما نسميه نترفعوا على التسميات ونعرفوا كيفاش سبعه سنوات الاخيره كيفاش يتسموا لي زونترونور تاع ليكيب بيرسونيل ما نعرفوا حتى في لي جون كي نعرفوا شي هذا نعرفوه والناس الكل نعرفوه دونك من حقه انه يطمح التدريب المنتخب. ما كانت انتخابات تاع الجامعه وفشلت ولا هكا ولا كل شيء فشلوا في ما ولا درشني ناقص دوسي ناقص بطاقه تعريف ودكتوروا ناقص درشني باش عندنا تو هكا القائمات هذوكم الثلاث قائمه الثلاث فيهم اثنين عندهم اسامي نتاع مدربين اجانب حاضرين تسريبات وقتها حاضرين قال لك هذايا بلون ا وهذايا بلون بي وهذايا بلون سي كلهم مدربين اجانب وكلهم بالستاف نتاعهم هاو نستبق انا الاحداث الانتخابات الجايه ما في جانفي ان شاء الله ربي سهل ولا القائمات الجديده اللي مش تدخل هاو بعمليه استباقيه مش يجيبوا اسامي سي في نتاع ملفات نتاع مدربين اجانب وستاف كامل اجنبي فماش فلوس التوجه تجي تجي كيما جات يا اخي بالاحسن مالوش ما تفوتش مع مدربين اجانب ايش داك تقول لي قل لك انا اللجنه التسييريه هذه هي لجنه مؤقته لتامين الانتخابات يجي انا كان جيت عندي قائمه نتاع مش نحب نتاهل باش نجيب معايا قفه نتاع مدربين بيان سور اي هو نهار 28 جان في اخر يوم للجنه التسويه قانونيا لكن يعني الطموح الطموح مشروع بطبيعه الحال بسرعه اجنبي ولا تونسي من غير تحليل اعطيني اجنبي اجنبي من طراز عالي جدا اجنبي من طراز عالي جدا يعني تقاضى 100000 يورو على الاقل رشيد اجنبي في مستوى كاسبر جاك تاع 96 94 96 يعني فلوس قداش يتكلف 60 حاجه هكا انا قلت لك ملي فات علاقتي اجنبي مش اجنبي يشتر البيس مش اجنبي يشتر البيس يعني كيما عبسه ترموس مثلا انا باش ناخذ اكزامبل تاع مدرب اجنبي يتقاضى 43000 اورو شهريا يدرب منتخب الكاميرون وكنا شفنا شنو صار في الكاميرون وتعيين مارك برايس المدرب البلجيكي على راس منتخب الاسود التي لا تراوض هكا ولا ترجمتها ليون دونتاب به مارك برايس مع الكاميرون ما خسر حتى مباراه الى حد الان فاز 4-1 ضد الكابفير تعادل مع انغولا يظهر لي ربح تنزانيا 1-1 وغندا عمل مع 0-0 ربح كينيا 4-1 ربح كينيا 1-0 وتعادل مع تنزانيا يظهر لي 0-0 دونك مارك برايس المدرب هذا مدرب الحقيقة اسمه مدرب عنده تاريخ طبعا
في كرة القدم في أوروبا ماهوش مدرب نكرة يعني مدرب عديد الفرق في بلجيكا ويتقاضى 43 ألف يورو يزدم مدرب البروفيل هذا ناحية البروفيل تاع الكرة هذا مدرب يزدم ما يخافش علاش لأنه هذا حط وزير الشباب والرياضة ما حطوش سميلو تو جاب شامل كونفرنس دو بريس جاي خرجوا سميلو تو ورجعوا بعد عاود قالوا إجا باسو قالوا لا إجا راني إجا نخرجك ودخلني معناها أنه مدرب يقبل وضعية تاع الكامرون كيف هذيك نورمال ما يدخلش حتى في نيغوسياسيون معاه ولكن جاء وصبر ويعرف انه هو فما مشكل مع سامويليتو وقعد يخدم الى سوجيري معناها الاجواء المشحونه غاديك في ظل احنا كره القدم والتجاذبات والمشاكل والفلوس يلزمنا واحد كيفنا كي بالمواصفات هذه ربي تو مدرب من طراز عالمي شنو معناه من طراز عالمي معناه اسم كبير عطاس كوب دي مون اي ما نعرفش انا معناه مدرب في لا ليغا ولا سيريا نرجعوا بالذكرى شويه ايرفي رونار كي جاء شد زامبيا هز كوب دافريك ما يعرفوا حد ما عندوش يعرفوا شي حد تلاحلح بشيراني فيليب تروسي لو ماجيسيان اللي يحكيوا السحار اللي بعد ولا يخلص ملايين الدولارات في اليابان وقت اللي جارنا في افريقيا ما يعرفوا حتى حد وبالتالي حسن الاختيار مش لازم اسم كبير يكون اجنبي بمواصفات معينه قادر على النجاح بالله الاكزامبل اللي قلت عليه انت فيليب تورسيرا وجا للنادي الصفاقسي وقت اللي هو اسمه وتتحمل النادي رادي الصفاقسي جرايه المدرب هذا اللي كانت مرتفعه انا اتذكر وقت حكيت مع ناصر بدوي قال لي على تشامبيونز ليغ هذيك نعطيك حاجه تشامبيونز ليغ هذيك تاع سي اس اس ضد فيتا كلوب فيتا كلوب نتفكر بالامانه معناها في نصف النهائي وقتها وفيليب تورسي حكى لي عليه انا ناصر بدوي قال لي من اقوى المدربين اللي عشت معه مدرب قوي يا فيليب تروسي اللي رانا جابون رانا منتخبات افريقيه عديده ايضا انا المقصود اللي حتى احنا في تونس شوف احنا في تونس رانا نقبلوا يا واحد عمل اسم حتى الراي العام يا واحد العب راه احنا قبلنا كاسبر جاك بحكم الفيكو نتاع 78 ضد تونس وكوت ديفوار 92 ذاك اللي قبلنا وقبلنا روجي لو مير على فرنسا 2000 اللي جاوا بعد الكل ديما كانت ثم ريتيسونس بالنسبه للراي العام والنقاط بارابول تسويت حتى على فكره يا رشيد على فكره باكين سلم عليكم الكل بعث لي رساله واعطاني معلومه مهمه جدا وقتها بالحسن مالوش كان يتفاوض مع مارك برايس وكان السوم نتاعو معقول جدا شهرين 35 ألف أورو اقل من تو اقل من تو خذيت 43 من عند الاتحاد الكاميروني على جينا نحن 2008 كويلو جينا تمرنت عنده من 2000 رانا منتخب البرتغال ما عرفوش يستحفظوا عليه صدقني تونس ما مشاتش كوب دي موند هذيك راه مش ماتش الموزمبيق لا ما مشاتش كوب دي موند هذيك خاطر ما مركتش بزايد هوني في راس كنيس كوت نيجيريا ضد كينيا انا عندي معلومات ايضا انه تم اقتراح اسم اخر وحتى في الصحافه البلجيكيه صارت تسريبات مارك فيلموتس تم اقتراح مارك فيلموتس على لجنه التسويه حاليا تم اقتراح الاسم هذا مارك فيلموتس بالنسبه للمنتخبات اللي ضمنوا التاهل الى حد الان كان المغرب 2025 بشكون كان ممتازة جدا على جميع المستويات المغرب بوركينا فاسو الكاميرون الجزائر لير دي سي كونغو ديمقراطية السنغال مصر انغولا غينيا السيوية كوت ديفوار اوغندا جنوب افريقيا الجابون تونس نيجيريا هذوما 15 فريق كاك تعملنا بلاتو غادي في المغرب نعملوا علاش لا علاقتنا باهية طبعا بالاشقاء المغاربة رزق معك سليتي لا سليتي ممنوع من دخول المغرب لانه عنده تصريحات كانت معادية للاتحاد للجامعة الملكية المغربية وللكرة المغربية ككل خالد محبوب غادي سمير محبوب عبد ستار كيف رشيد في مصر انت مصر انا مصر امريكا لا مصر ناس كمان انا نعرف نحكي شويه مغربي هكا شويه عشيرتك شويه مغاربه كانوا عندنا جيراننا مغارب يلا به اش نحكيوا بعد شويه على رمز لقب مونديال الانديه الجديد خبر طبعا هم الترجي الرياضي التونسي فصل راجعين اي اف ام انتم تسمعوا في اي اف ام سبور شيك امين جلانزا على اي اف ام احلى
احلى راديو. ماذي ساعه 48 دقيقه على فيما نسيت لي عنا الكويز اليوم عنا التحدي 1500 لا 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 الجمعه الجايه ديما طيح عليا تهرب سمير من المنافسه انا ما نحب اقول قالنا الجمعه اللي فاتت قال انا عندي ثقه فيك انا عندي ثقه الاولى بالكل جانا خبر عاجل حقا على فكره سمير دقيقه لحظه احنا بالمجبري لن يواصل في طرابلس منتخب بما انه تعرض لاصابه جماعه سيري كره القدم نشرت بلاغ منذ قليل وقتاش هذا خرجنا بس تو عندها ثلاثه افضل ترمول في الطياره سمير روح السجاده ذي خليته لاباس عليه لاباس عليه يجري هو في الدسويه في البونتو نتاع اللي يلعب لي في الدسويه تقوى على روحه تقوى على روحه بالك باهي اخباري هم قلنا الترجي الذي التونسي ومونديال الانديه 2025 الكشف عن رمز لقب مونديال أندية رمز جديد شوفوه مع بعضنا الناس اللي تسمع فينا على فريكونس بتاعنا نجم ندخلوا طبعا للباج EFM سبور ولا EFM TV على يوتيوب شوفوا رمز لقب مونديال الأندية والله جميل ممتاز جدا عجبني أنا الرمز التروفي خالد شنو قولك فيه تروفي رمز مونديال الأندية لكرة القدم الولايات المتحدة 2025 كان حين ربي كنا باش نبداو غادي باش نعملوا بلاتو سبيسيال من غادي خالد تغطيه مشاركه الترجي التونسي في مونديال الانديه سمير تمشي معنا لامريكا لا عندي ما نعم عندك تصورش تفلت ماشي لامريكا سمير لا لا مانيش ماشي في طار التزاماتك سمير معنا شنو ما نجموش نخدموا بلاش بيك هذا فيما يخص مونديال الانديه موتسيبي في تاريخ مفتوح مرشح وحده طبعا الى رئاسه كاف مرة أخرى موضة آخر إمام عاشور تون حال تون تحكي فيه في قد موعد أنا عندي على متسبي على حنباع المجبري قال لك يجيبوا على تشكيلة المنتخب وصرحوا له باش يمشي يداوي في جمعيته كيف هي معناتها هو تضرب يكمل هو اسبري دو جروب اسمه يا اخي سمير يا اخي فسال يا اخي مش يرجع في يرجع في في وقت اسرع يا اخي هو اسمه اسبري دو جروب يا اخي هو معناتها يكمل يقعد يداوي لهنا ويقعد معهم الماتش ويروح هذا اقرار ذمني على عدم كفاءة الاطباء في تونس ولا اطار الطبي في تونس بس من على بن عمر شنو معناها الملاعبي مضروب هو مصاب يداوي في تونس عندنا ما شاء الله هو مصاب الجمعه الجايه فما تشامبيونشيب صحيح ولا كان تولي فيها لاعب شرعب تشامبيونشيب وواحد ربما ان في الواحد اي مور ادوكاسيون واعاده تاهيل افضل بكثير ولا خاطر ترشحنا كما ترشحناش راهو ما سايبينش نحكي بجدك ولا تفضلك نحكي بجدك ليكيب ناسيونال عندهم حاجات نتاع تاهيل وعندهم عندهم خير من لانجلتير عندهم حاجات مهوله زاد المنتخب عندهم حاجات مهوله عندهم حاجات مهوله باهي اوكي خالد رايك ونحترموه لكن انا اعتقد انه عمليه اعاده تاهيل تكون اسهل وافضل في انجلترا كما صار مع محمد صلاح في كاس فريق الامم مشى سافر باش يكمل عمليه اعاده التاهيل نتاعو يلا الكويز تحدي 1500 يورو اليوم سمير سليمي عبد الستار موسى رشيد زمري وخالد القربي من يفوز بالجائزه الماليه القائمه EFM سبور شيك يلا 10 اسماء كلهم لاعبين يظهر لي يعني اليوم كلهم لاعبين من يفوز بجائزه 1500 يورو الاسم الاول يلا نبداو دون مقدمات طبعا رشيد زمرلي صاحب اللقب تو مرتين على التوالي ولا ثلاثه على التوالي هزينا مع طرح انا مع طرح خالد ربح خالد مرفت مربح خالد بالفار لو شامبيون تيتر بالفار وباوليتا خانس هو اي باوليتا القوه وين خالد خالد استنفت في التاس ولا استنفت انا وتاني استنى في حقي ان شاء الله به تلقى حقك تلقى حقك يلا علي الاسم الاول يلا روما بولونيا انتر فيردر بريم فاز بلقب كأس أفريقيا للأمم مرتين 2002 مع منتخب الكاميرون جوز أولمبيك جوز أولمبيك 2000 أرير جوش عنده مش طويلة ومي شكون قال ومي 1-0 رشيد زمرلي متفوق في النتيجة بيير ومي الظهير الأيسر لعب في بولونيا نتفكروا مليح بدا عمر صغير في الكالش 17 سنة عنده توش أطول من كورنيه يلا الاسم الثاني سيلتيك غلاسكو مانشستر سيتي لعب في السعودية في الهلال السعودي مهاجم يوناني سامراس صحيح شعره طويل والله ما شاء الله سامراس
شعره طويل والله ما شاء الله. لعب مع التونسي نتانا بلال الاكسيال محسني محسن. بلال محسني لعب معه اخي محسني كان في لاسكو رانجرز لعب ضده يا رب لعب ضده مش في سامحني غلطت ما لعب ضده. يلا الاسم الثالث مهاجم منتخب المغرب كان 2004 شعر طويل لعب مع يوسف حاجي شمش سوشو جواد زيري. جواد زيري اوه لعب ملقار مين واحد فرس لعب فتر بس ما شوت انا نترجم جواد الزيري مهاجم المنتخب المغربي هذي متاع انا نتصور رشيد ياسمين هذي عبد ستار انت كعبد الباقي ذا اللي فيك انت بعد تبيع لا حسيت عبد ستار يغزر الاوراق يحب يكبتي اسمك اسمك عين الصقر. يلا الاسم الرابع بطل العالم 98 يعني فرنسي لعب ماتش واحد في كأس العالم 98 كان ضد الدنمارك المباراة الثالثة من الدورة الأول عرفته على سبب بالحق يقول عليه منوش نعطي ليه وكيف نطلع غلط سكوديتو سكوديتو 2001 مع روما 8 سنين في روما فاسا كونديلا ظهير كونديلا كونديلا طيب 2 خالد 2 رشيد 0 0 خلي يكملوا تروح نروح نربح يلا الاسم الخامس هذا مش صعيبة برش سمير ورشيد نتصور زي تشامبيونز ليج مارتين مع الريال فاز باللقب 2000 و2002 219 ماتش مع ريال مدريد يرو نو سوري متوسط ميدان غوتي لا لعب في روما اللي كل مره ما عاش يعاود بيان سور اي مازلت انت ورشيد متوسط ميدان 8 سنين في ريال مدريد 99 2007 يرا نو لعب فين اسباني يلا ماشي جاب ايفان الجيرا الجيرة خمسة أسماء تتبقى هم أسمع كمل أكسيال اثنين ضيعتنا شوية اثنين صفر صفر لكن هو متوسط ميدان متوسط ميدان شوية يلعب أكسيال يلا الاسم السادس من الأكاديمي الخاصة بباريس سان جيرمان رين لعب في بورتو خمس سنوات بطل أفريقيا 2019 ياسين إبراهيم صحيح كيفاش يطلعها قبل لا 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 والله لا لا والله لا من رين مشى البورتو لا مش هذا مش هذا مش هذا مش فما من رين مشى البورتو 200000 مليار قبل ما يقول بورتو قبل كل شيء يا انا قلت بطل الفريق 2019 هو ياسين لا بطل الفريق اكاديمي نتاع ريسان تشكك في موضوعيه الحلقه الاوراق هكايا موجوده لا انا ما نشككش انا تصور المعد ما أنا ما شككش النزيهة متاعك ولكن مش نفتح بحث تحقيقي جدي للموضوع هذا الإدارة تمشي الإدارة وتطالب بحث يلا 1500 يورو إلى حد الآن إذا نرجع قربي بكري شوية يقول لي هكا يا خالد نلقاها من 8 متاع الصباح لا لا أنا من الكوب دافريكا 2019 ثلاثة سنين ثلاثة سنين صفر صفر يا ودي جواب تقوى من البي سي أنت لا لا 2019 أكاديمي متاع البي سي بيزي عاد هكا هاو توه اسم تم ذكره كثيرا في سبورشيك ريفر بليت راسين كلوب دو باري مارسي فرانشيسكولي سامير السليمي انزو فرانشيسكولي لوروغواي وقدوة زين الدين زيدان انزو فرانشيسكولي بقميص ريفر بليت ما بنوا القميص هذا ما يفتق قميص ريفر بليت الارجنتين يلا الاسم التاسع لولمبيك دو مارسي نيوكاسل استون فيلا كمدرب درب ريد ستار هو سنغالي ومحلل في ار ام سي ريناه في عديد المناسبات بي 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 هاو هاو لا عبد الرشيد عاد تمام عبد سمير صراحة رشيد من البار تعرف نعزك ياسر عايش خويا سمير اجابة صحيحة دونك اثنين اثنين ثلاثة ظل يدرب فريق ماشي تو مشي الفريق ظل بي بي مازال بطال لا لا مازال بطال الميكرو الميكرو عبد الستار مازال زوز وينك عبد الستار مازال زوز ولا واحدة ربي يسربي والإجابة يلا تبقاو زوز أسامي زوز أسامي يلا أعطيني كتابي سيد المخرج المتألق اشترط عدم تواجد ثنائي جزائري في فريق انجليزي عام 2009 اتصل به الثنائي هو حسن يبدا ونذير بالحاج قال ما نلعبش معه فيو اللي صار بين الجزائر ومصر في تصفيات مونديال 2010
يلقب بالبلدوزر عمرو زكي 3-3 مين؟ انا قلت عمرو راني ما قلت زكي. عامر الزكي لعب الزمالك ويغان هال سيتي ولحق كاريره ما فهمتهاش لحد الان. جبدنا عليه البارح سامي. الاسم الاخير يلا 3-3 غادي 3-3 لعبه بيناتكم نجم تعدل سامي نعدل شنو نعدل مناخ وحتى فرانك 500 500 500 يلا رقصوا تشامبيونز ليج 2001 مدافع غاني بايرن ميونخ روما كفو كفور هاو يلا هذه زي ما بارده من شكون ورسن محمد دير شكون المخرج قال رشيد والمعدة قال خالد هاو هاو والله قال نرجعوا للفار نرجعوا للفار من خالد زوز قالوا خالد واحد قال رشيد يلا لا مش خلص عشية ومسؤول خليه يلبعه التعادل التعادل 4-4 مباراة تنتهي بالتعادل شكرا لكم خالد القربي رشيد زمري سمير السليمي وعب ستار موسى أشكر كامل الفريق على تأمين هذا العدد من حصة بورشيك لباس رشيد مهم تيكم فايز العرفاوي من ما ساعتين الماضي تيث قبل هذا الميتيو وإحنا نتقابل إن شاء الله يوم الاثنين نص نهار ما ساعتين في سبورشيك باي باي.